يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمية كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونقص في غيره، هل هذا خاص بعلوم الشريعة أم أنه عام في سائر العلوم الحديثة؟ نعم، الأمية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها آية من آيات الله، كيف هو أمي وأتى بهذا القرآن وهذه العلوم العظيمة، وأما غيره فمطلوب منه أنه يتعلم ولا يبقى أميا. نعم.